المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور مختار، لعلك تابعت طرفا من جلسات اليوم، يعني سيطر عليها ربما أو سيطر على بعضها تحدث مصر بلسان إفريقيا أو بالنيابة عن إفريقيا فيما يتعلق بتعهدات الدول الكبرى في التعامل مع التغير المناخي وانعكاسات ذلك سلبا على القارة الإفريقية. كيف تابعت هذه الجلسات التي خصصت لهذا الموضوع دكتور مختار؟ يعني تحياتي ليك ولمشاهديك، بالتأكيد متابعة هذه الجلسة، وأنا أتصور أنها جلسة مهمة جدا بالنسبة للدول الأفريقية أو للساحة الأفريقية على وجه العموم، باعتبارها الدول الأكثر تضررا من مسألة المناخ. 22 دولة على مستوى الدول الأفريقية هي الدول الأكثر هشاشة أو الدول الأكثر فقرا، واللي في أمس الحاجة لجزء كبير جدا من المساعدات المخصصة طبقا لاتفاق باريس أو اتفاق جلاسكو. مصر على عاتقها نجاح هذا المؤتمر لانعكاس ده على الساحة الأفريقية، وانعكاس ده على الساحة الأفريقية يأتي من خلال التمويل أو من خلال التزامات القوى العظمى أو القوى الكبيرة على مستوى القارة الأفريقية. وأنا متصور أنه إلى حد كبير جدا هنستطيع أن احنا نحقق مكاسب من وراء هذا المؤتمر فيما هو مرتبط بآليات التمويل، خصوصا ان هناك التزامات بدات القوى العظمى او القوى الكبيره يعني تفرضها على نفسها. الرئيس الفرنسي تحدث عن بعض هذه الالتزامات الماليه، المستشار الالماني تحدث عن بعض هذه الالتزامات الماليه، الرئيس الامريكي بايدن في حديثه في هذا المؤتمر تحدث عن جزء من هذه الالتزامات الماليه اللي الى حد كبير جدا الدول الافريقيه في امس الحاجه اليها لكي نستطيع ان نتكيف مع هذه التغيرات المناخية المؤثرة وبشدة. طيب، على ذكر هذه النقطة أيضا، مسألة الوفاء وفاء الدول الكبرى، الدول الصناعية الكبرى المتسببة أصلا في هذه الانبعاثات والمتسببة في الاحترار، الاحتباس الحراري واحترار الكوكب، مسألة الوفاء بتعهداتها دكتور مختار، كيف يعني تابعت من خلال كلمات ممثلي تلك البلدان خاصة الولايات المتحدة على لسان جون كيري وعلى لسان حتى الرئيس الأمريكي نفسه، كيف تابعت مسألة مدى التزامهم أو مدى ما سيكون من شأن التزاماتهم بتعهداتهم هذه المرة؟ شوف، هو ده السؤال الصعب اللي فارض نفسه في هذا المؤتمر وفي ال 26 مؤتمر اللي عقد قبل هذا المؤتمر من 1992. ثم ودي القضية الأهم، لأنك أنت عندما تتحدث عن الساحة الأفريقية بتتحدث عن حجم التأثير الخاص بهذه الدول هو 4%. الولايات المتحدة الأمريكية والصين منفردين الاثنين 40% مسؤولين عن حجم الانبعاثات الحرارية أو التأثيرات المناخية، ما فيش شك. لكن أنك أنت هيكون هناك شكل من أشكال الإجبار للدول العظمى على الالتزام ببعض المقدرات المالية، هذا الأمر لم يخرج على نطاق التعهدات حتى هذا التاريخ. ودليلنا في ده إيه؟ أن في مؤتمر جلاسكو 193 دولة في مؤتمر جلاسكو تحدثوا عن الإيفاء ببعض التعهدات أو ببعض الإجراءات لمكافحة التغيرات المناخية. لغايه 2 نوفمبر من هذا الشهر قبل انعقاد هذا المؤتمر 23 دوله من 193 دوله اوفوا بهذه التعهدات، فانت ما عندكش التزام جبرا تستطيع انك انت تلزم به القوى العظمى، لكن على الاقل التزامات ادبيه وتعهدات ادبيه. ولما بنتحدث عن ليست هناك آلية في مؤتمر المناخ دكتور مختار تلزم الدول الكبرى؟ ما فيش آلية لا في مؤتمر المناخ ولا في أي مؤتمر، لا تستطيع أنك أنت تلزم دولة بدفع التزامات مالية ملقاة على عاتقها أو مقدرة طبقا لاتفاق دولي أو غيره، لأنه في الأول وفي الآخر هناك 100 مليار دولار مفروضة منذ اتفاق باريس 2015 حتى هذا التاريخ، ما فيش إيفاء بهذا الرقم أو بجزء منه. التوقيع يعني على اتفاق باريس أو بروتوكول كيوتو مثلا هو شكل من أشكال الإلزام أو الالتزام يا دكتور مختار؟ التزامات أدبية، يعني إلزام أدبي، التزام معنوي،
لكن مش دين على هذه الدولة عليه انها تسدده، او شكل من اشكال التعويض اللي الدولة دي عليها انها تدفعه. في الاول وفي الاخر احنا بنتحدث مع القوى العظمى باعتبارها القوى اللي هي صاحبة التأثير الاكبر في هذه التأثيرات المناخية والانبعاثات الحرارية، ودول الى حد كبير جدا متقدمة وحققت مكاسب اقتصادية ومالية متعددة. بالبلدي بنقول لهم ادفعوا جزء من هذه الاموال للدول اللي تضررت بحكم هذه التغيرات المناخية وهذه الانبعاثات الحرارية. المسألة كده بهذا الشكل. والدليل على ده ان الدراسة اللي قدمت لهذا المؤتمر عن مؤتمر جلاسكو والتعهدات اللي كانت اتخذت فيه، قلنا 23 دولة من 193 دولة، ده نسبة قليلة جدا او نسبة ضعيفة جدا. الجزء الثاني، وده جزء مهم جدا، ان مؤتمر جلاسكو مثلا على سبيل المثال غاب عنه الروس والصينيين. هذا المؤتمر اللي هو المؤتمر 27 كوب 27 ما شفناش تعهد صيني مثلا صريح بهذه المسألة، برغم ان الصين والولايات المتحدة الأمريكية يعني مسؤولين عن 40% من الانبعاثات الحرارية. الطرف الروسي لسه مش واضح رؤياه بهذا الشكل. مدى التزام الروس او الصينيين او الولايات المتحده الامريكيه او العالم الغربي بدفع جزء من هذه الالتزامات الماليه، هذا الامر من وجهه نظري لا يخرج عن نطاق تعهدات هم تحدثوا فيها. في الاول وفي الاخر انا متصور ربما البعد السياسي يلعب دور كبير جدا، لان الدول العظمى عشان تدفع فلوس في الاول وفي الاخر هي عايزه تطمئن مقابل هذه الاموال ايه؟ هل هتستطيع ان تحقق مكاسب سياسيه؟ هل هتستطيع انها تخلق لنفسها مشاريع اقتصاديه او استثماريه او غيره؟ مفيش شيكات على بياض. يعني حتى قضيه المناخ يا دكتور مختار بتسيس او بتتداخل مع اعتبارات سياسيه وطموحات سياسيه او خلافات سياسيه؟ مفيش شك في ذلك. والدليل على ده ايه؟ ان قالوا لو حصل توافق صيني امريكي في خلال من خلال هذا المؤتمر كوب 27 نستطيع ان احنا يعني ننجح جزء كبير جدا من هذه الالتزامات او التعهدات. لكن انا متصور الازمه الاوكرانيه ازمه، والازمه الاوكرانيه وشكل التطاحن السياسي بين القوى الكبرى والقوى العظمى ربما يكون مؤثرا على هذه الالتزامات. الجزء الثاني، وده جزء مهم جدا وكلنا نتذكره او نعلمه، ان الولايات المتحده الامريكيه ذاتها انسحبت في 2017 اثناء ولايه ترامب من اتفاقيه المناخ او من تعهدات مؤتمر باريس، ويعني ما كانش فيه شكل من اشكال المحاسبه. وبايدن في كلمته اعتذر عن انسحاب الولايات المتحده الامريكيه من اتفاق باريس، وقال ان الولايات المتحده الامريكيه من الممكن ان توفر قدر من هذه الالتزامات الماليه في حدود 500 مليون دولار، لكن في الاول وفي الاخر اذا ذهب بايدن واتى رئيس اخر وانسحب مش ما تقدرش تلزمه او تجبره على ده. لكن هذه الدول بحكم المصالح السياسيه وبحكم المصالح الاقتصاديه وبحكم انها تدرك بانها هي سبب هذه الانبعاثات الحراريه، واجب عليها بصرف النظر عن النطاق الادبي او المعنوي ان تكون ملتزمه على الاقل بما طرح من خلالها ببعض الالتزامات الماليه. شكرا دكتور مختار غباشي، كنت معنا على الهواء.